الانتيكة اللي عم سوقها مشكلة. امبارح صارت تنفخ بوجهي، كانت قطعتني قدام الناس. عبالك هيك يصير معي بعد؟ أكيد لا. خلص حبيبتي. من بكره ببعث لك الشوفير لعندك على البيت وبيجيبك لعندي. لا سوري، ما في اظهر مع حدا غريب من البيت. طيب شو بتريديني أعمل؟ بدي سيارة جديدة واصف. بس هيك؟ على عيني. من بكرة بتكون السيارة قدام باب بيتك. المهم أنت تكوني مبسوطة. أو كيف بعبي لها بنزين وبهتم فيها لهالسيارة الجديدة؟ ما في شي ببلاش بهالبلد. أنت مش هينة يا بن. مش هينة. خلص شو ما بدك بصير، المهم أنك أنت تكوني مبسوطة. واصف عيون، هلا انت تجوزت مرتك لانه بيا حدا مهم وبيدعمك. بس هي على شو تجوزتك واحد وحش مثلك؟ حبيبتي انا مرتي مرة، بدي الرجال يسوق حياتها مثل ما هي بتريد. انت بعد هدول القصص ما بتعرفي فيها. إنه المزعج اللي وصل هلا ناطر حدا؟ لحظة حبيبتي.
خير في شيء؟ خير، جبت لك أول دفعة. ولا على السريع؟ إذا بدك برجع بعد جمعة؟ لا يا ديم. مظبوطين؟ مظبوطين، بس تاني مرة قبل ما تجي لعندي بتلفني. مش هيك بطبوا على بيوت الناس؟ طريق البنك على طريق بيتك، قلت بمرق. ما في أي مشكلة، مع السلامة. بونجور لميا. بونجورين. شو عنا اليوم؟ اليوم عنا بس قبل ما انسى اجيك هالكارت. شو هيدا؟ ما بعرف، من مدام الاسعد. انت جبته؟ امبارح الظهر. شو كانت عرس؟ لا اي عرس. لمين بعد عم يتجوز هالايام؟ عايزين دكتور. يا عقبالك لكن. بدي. حبيبي روح شربوا شوية مي، بكون عطشان على اللعبة. كيف صرت؟ أحسن. يعني النومي بمناخ الجبل بتقيم الموتى من القبور. بعيد الشر عن قلبك. قلت لك قهوة؟ لا بلا قهوة. قلت لها البنت تعمل شاي. وليها هالسيجارة توفيق؟ يلا وحدة، وحدة بعد النومة طيبة. دانيك ما صرنا نحكي. كيف كانت سارة؟ انبسطتوا؟ ماني رايحة انبسط، كان عشا شغل، وإيه كان مفيد، تعرفت على ناس بيفيدونا بمشروعك هيدا. قصدك مشروعنا؟ إيه مشروعنا. وفراس؟ شو بوفراس؟ كيف كان؟ كيف بده يكون يعني؟ عادي. قصدي فراس ما بيحب المسيرة كثير. ولا لقاءات العلاقات العامة هيدي؟ لا ما تعطى الهمه، كان ماشي حاله على الآخر وداير من مرة لمرة. بتعرف شو قصدي؟ ايه بس فراس مش هيدا طبعه، قصدي انه منه مسونجي يعني. شو بهمنا نحن إذا كان مسونجي أو لا؟ يصطفل. يعني ما اختلفنا بس تصرفات الإنسان هي بتدل على أخلاقه بشكل عام. يعني كل شيء بيعمله أو ما بيعمله هن بيدلوا على طبعه وأخلاقه. أنت شو بتعرف عن أخلاقه؟ شو أخبار مهدي؟ ما بعرف، عم بيحكي مع واحد صاحبه ويطمنه عنه، بس ما حدا بيعرف عنه شيء. يلا بكرة بيروقوا الأهل وبيرضوا وبيمشي الحال. بالآخر الحب دايما بيربح. عوافي. هلا بابو عمار، كيفك؟ شو بكير؟ هات البحر ناشف اليوم. ايه والله منشف اليوم. هذا البحر
ابو عمار عندي سؤال، منين هودي الجماعه اللي ماجرهم الخربه؟ قالوا هودي جاي من جنوب، هو اسمه ماهر سلمان وهي اسمها عليا. عليا؟ بتعرفهم شيء؟ لا، انا بدي اعرفهم. ولاد بس ساقيتهم معطرين وقوادم. ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيك. كمل بيك؟ مالك حرب على التليفون. مرحبا مالك. كامل بيك، شو الأخبار؟ شو هالدعاية الحلوة؟ كلك ذوق، مجرد صورة بس إن شاء الله المضمون بيكون أحلى. طيب وين ما عم نشوفك، لا بالإذاعة ولا بالتلفزيون، شو الظاهر أخذ موقف بالإعلام؟ لا لا، استراتيجية. إمتى بدك تشرفونا أنت دموزيل ميريم شي نهار؟ إن شاء الله قريبا. شو رأيك بكرة تشرفونا على الغداء؟ فراس بيكون هون وفي صديقه كمان مع أهله، تتعرفوا عليهم ونقعد نحكي شوي. نهار بشوف بتعبي هوا نظيف على جمعة. والله يا مالك القعدة معك ومع مدام نادية تسوى هوا الشوف كله ولو. تسلم حبيبي. شو منشوفكم بكرة على الغداء؟ إن الله راد. فراس رح بيكون فوق قلت لي؟ والله يا مالك إذا هوا الشوف ما جابه هوا ميريام بجيبه. بيكون أكيد بيكون. طيب بيسلم عليك فريد بيك. ايه سلم لي عليك كتير واعتذر لي منه وقل له ان شاء الله منزبط قعدة تانية ان الله راد. وصل، يلا سلم على العيلة. الله يسلمك، مع السلامة.
كبرنا واكتشفنا بدل